بنت عندها 15 سنة هربت من أهلها ومن جوزها وقامت بتسليم نفسها لإسم شرطة الشرقية. إيه الدافع؟ إن البنت عندها 15 سنة والزوج عنده 45 سنة. وفقاً للتحريات، إحنا زي ما بيقول لحضراتكم الحكاية دي حصلت مش اليومين دول، الجواز ده حصل من فترة في أول أغسطس أعتقد، ويبدو أنها قدرت تجري أو قدرت أنها تهرب، هربت وسلمت نفسها النهاردة للشرطة. احنا معانا على التليفون الأستاذ صبري عثمان. الأستاذ صبري عثمان طبعا مدير خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا شديد بحضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك. هي الحادثة دي حصلت في أغسطس صح؟ الواقع بتحضر كان على الزواج ولا هروب الطفلة؟ هروب الطفلة بداية شهر أغسطس. بداية شهر أغسطس زي ما كنت بقول. ايه التفاصيل؟ الجواز حصل ازاي؟ وايه يعني القانون دلوقتي هيتعامل مع اهلها ازاي؟ وهي وضعها نفسه ايه؟ طيب خلينا احكي لحضرتك الواقعه. احنا اخصائيه باحدى الجامعات الشريكه مع خط نجده الطفل في محافظه الشرقيه، جمعيه تحسين اوضاع المراه والطفل في محافظه الشرقيه، كانت متواجده في قسم شرطه فقوس، مركز شرطه فقوس، تاني بعض الاجراءات خاصه بطفل اخر. لقت الطفله دي موجوده على جنب كده، فلفت انتباهها الطفله وفقا للتعليمات اللي من خط نجده الطفل وتعليمات دكتور عزيز العشماء والامين العام، بتواجد اي طفل في اي مكان لوحده او في قسم شرطه والنيابه نتابع موجود ليه. فهي الاخصائيه اتعاملت مع البنت موجوده ليه، فحكت لها قصه ان هي من محافظه البحيره مركز كفر الدوار وعمرها 15 سنه، واهلها الاب من ذوي الاحتياجات الخاصه، واللي بيدير شؤون الاسره عمها ضغط عليها وهو والام وانها يزوجوها، رفضت في الاول، ضربوها وعذبوها فاتجوزت. اقمت مع هذا الشخص اللي هو مسمى زوج عنده 45 سنه بعض الوقت، لكن كان بتعرض منه من ان لاخر ضرب وتعذيب حتى انه طلب منها انها تنجب. حضرتك دلوقتي قلت المسمى زوج. زوج. هو ده وضعها القانوني دلوقتي انه ده جواز باطل ولا ده ايه وضعها القانوني دلوقتي؟ ده مش زواج حضرتك، ده مش زواج. يعني اي حاجه اتبنت على ورق او بتاع كل ده باطل هيتم فسخه كل او كل ده باطل. فالبنت هو بيضغط عليها وكان عاوزها تنجب البنت طفله، وشاف زي ما قالت في البحث الاجتماعي معاها، شافت فيلم الكاثرات ان الطفله اللي كانت حامل بتولد ماتت، فخايفه يحصل لها كده. ايوه. رفضت. ضربها عذبها استغلت عدم وجوده في البيت، هربت، ركبت قطار من كفر جاي مقدم من اسكندريه للقاهره، اسره استضافتها في القاهره بعد الوقت، وبعدين قالوا لها طب نشوف لك شغلانه، معهاش ورق، فقالت لهم ارجع البيت تاني اجيب الورق بتاع شهاده الميلاد عشان اشتغل. صدفه ركبت القطر، ركبت قطر غلط، بدل ما تركب قطر اسكندريه ركبت الشرقيه، نزلت في محطه فقوس، طبعا نزلت الوقت متاخر، اربع شباب حاولوا يتعرضوا لها يتحرشوا بيها وتدعي عليها جنسيه. هربت منهم واستغاثت بامين شرطه موجود في المحطه، خدها وودها القسم. هي وضعها ايه دلوقتي يا فندم؟ يعني هي دلوقتي هتبات فين؟ هتروح دار رعايه؟ هيحصل ايه؟ البنت فعلا كانت في دار رعايه في محطه الشرقيه حين الاجراءات، ونقلناها امبارح عندنا انا في القاهره. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة. دي يعني ساعات كتير نقول الدراما وعلاقتها ايه بالواقع، ده واقع هو بيغلب اي نوع من الدراما.